ألو، مرحبا. لو تسكتين دقيقة، لو تسكتين. هذا الشريط سمعته وحفظته، فتوقفي عن عزفه من أجل رب العالمين. أعطي لجسمك فرصة ليقول أي قصيدة غزلية يختارها، أو أي بيت شاء من شعر الحنين. أعطي لوجهك فرصة حتى يدوخني بفتنته، ويغسلني بفضته، ويقرأ لي مساء ما تيسر من كتاب الياسمين. أعطي لشعرك فرصة ليدور حول الأرض أو حولي ملايين السنين. أعطي لعطرك فرصة حتى يعبر عن مشاعره بكل شجاعة وتطرف، فالعطر مفتاح اليقين. أعطي لثغرك فرصة حتى يقدم مشمشا وسفرجلا وسلال ليمون لكل الجائعين. أعطي لقلبك فرصة حتى يحطم قيده ويقود جيش الثائرين. أعطي لخصرك فرصة حتى يثقفني ويسقلني ويشعرني بأني أنتمي لحضارة المتحضرين. لو تسكتين دقيقة، لو تسكتين. كل اللغات سوى الأنوثة كذبة، كل البلاغة كذبة، كل الفصاحة كذبة، كل الخطابة في سرير الحب وقت ضائع ومهانة للعاشقين. خلي فصاحتك القديمة جانبا، كل الكلام الفلسفي نسيته إلا كلام الياسمين. لقد حان للمرأة أن ترفع رأسها، وها هو فجر نهضتها قد بزغ. عظيم.